أنا اسمي رجاء صندوقة، أنا من القدس، عمري 50 سنة. أنا مسؤول عن إطلاق مدفع رمضان في مدينة القدس من 25 سنة تقريبا، اللي ورثت هاي عن والدي، عن أبوي وإخواني، وأبوي كان بالقبل، عمامي وجدي وجد جدي. مدفع رمضان معانا مع عائلة صندوقة اللي هي مسؤولة عنه من حد ما بدي في مدينة القدس، اللي هو من 100 عام تقريبا، اللي هو بالعهد العثماني، من زمن العثماني حتى يومنا هذا. وعائلة صندوقة هي المسؤولة عن إطلاق مدفع رمضان في مدينة القدس. إحنا موجودين في المقبرة الإسلامية في شارع صلاح الدين، وجد المدفع وجدوه هو في المقبرة، لأنه هذا المكان في الزمن اللي انحط فيه المدفع هو المكان اللي أقرب والأعلى والأقرب لمدينة القدس، لأنه زمان كان وقتها كل الناس موجودين داخل الأسوار المدينة. طبعاً زمان كنا نستعمل مدفع، كنا نستعمل مادة البارود، اللي نحط مادة البارود هون، وبعدها القماش، بقطع من القماش الملابس نحطها، وفي حديدة كبيرة كنا نضلنا نعبي فيها حتى نسكر النفس 100% عنها، ونرجع نحط كمان قطعة ونسكر النفس كمان 100%. وبالنهاية من تحت في عنا فتحة صغيرة، كنا نحط كمية بسيطة من البارود ونولعها، فيصير عملية التوليع وعملية الانفجار ويطلع الصوت. بس اليوم للأسف لأنه ما في عندنا مادة البارود، اليوم نستعمل هي القنابل الصوتية. القنابل الصوتية اللي هي بديلة عن مدفع رمضان، بديلة كشكل، ولكن كصوت وكأفكت هي تعطي الصوت، تعطي الإفكت المطلوب. رمضان كريم. رمضان كريم. أنتم خا. سيد الرزق الشهر. يلا تفضل. أبن تلخا. أهلا وسهلا. أنتم خا. يلا نزمان. إذا سمحتوا. يلا مش إله كسداء شيلك أخورا. يا حبيبي زين خانين خانين يلا شتايم يلا نبي نروح مع تحيات. In Jerusalem where you have so many religions and so many different holidays, you learn to respect the other, which is key to common life in the city of Jerusalem. In the different holidays you see the Muslims say Chag Sameach to the Jews, and the Jews talk about Ramadan Karim to the Muslims. Practically, I'm a Jerusalemite all my life, and I'm used to living between Muslims, Christians, and actually Jews. And what's challenging and interesting about our city, people adjust to each other during the different holidays. Ramadan is a good example how people in Jerusalem live together and actually know how to be considerate of each other. هو رمز من رموز رمضان. وهو إرث رمضاني، الناس كلها بتتوقع تسمع في رمضان، وعشان هيك مرات إنه لما أكون أنا ماشي بالشارع الناس كلها بتوقفني بتسألني إيه صندوقة بتشك ضرب مدفع صندوقة يلا ضربنا أبكر شوي بأخرنا تأخروش وهكذا. فهذا بدل على أنه قديش هو المدفع كتير مهم لأهل القدس، وقديش هو المدفع الناس حريصين إنه يسمعوا كل يوم.